خلاص احنا زي ما بقول كده مش محتاج اي حاجة تاني بالدنيا، ان احنا عملنا عقد رعاية النادي الاهلي. وعايز اقول لكم ان انا قضيت 10 ايام مع هذا الوجه البريء الرقيق كابتن محمود الخطيب اللي انتم شايفينه في هذه البراءة وهذا اللطف. كابتن خطيب يا جماعة في الأوض في التفاوض ليس هذا الشخص الذي ترونه خالص، يعني انه ثعلب. العقد يا جماعة اللي انتم شايفينه النهاردة ده كله حتى بالبراندنج اللي الشباب عملوه ربنا يبارك لهم. احنا جالنا خبر ان احنا خدنا عقد الرعايه ده الساعه 8:30 امبارح بالليل. لغايه 8:30 امبارح بالليل الكابتن خطيب بيلعب بينا، يعني مش بيلعب بينا، عمال بيرقصنا ويفاوضنا وبيفاوض ناس تانيين وبيفاوض رعاه يعني عمل كل الحاجات اللي ممكن تتعمل هو ومجلس ادارته علشان ياخدوا اعلى رقم رعايه.